مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المؤثرة إناس عبدلي وبعد غياب طويل عن السوشيال ميديا، ها هي في أول ظهور لها تدرف الدموع فرحا أمام مجلس قضاء العاصمة مباشرة بعد صدور حكم البراءة التامة من كل التهم المنسوبة إليها. المؤثرة رميساء عاشت معها هذه اللحظات وشاركت متابعيها هذه المقاطع. ليش راجل بالك؟ على بالي على بالي. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.